بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن قدرات النمل. يقول العلماء أن النملة تستطيع أن تحمل ورقة تفوق وزنها بعشر أضعاف أو 20 ضعف، وربما أكثر حسب حجم النملة وقوتها. وأثناء حمل الورقة تستخدم تقنيات هندسية، لو أراد الإنسان حسابها أو تقليدها لاحتاج إلى مجلد ضخم من المعادلات الرياضية، المعادلات أيضا توازن. صراحة ما نقول سبحان الله، كيف تقوم نملة صغيرة جدا بكل هذه الحسابات؟ وما القوة التي تستخدمها في ذلك؟ من الذي علمها هذه الحسابات؟ بل من الذي أعانها على حمل هذا الرزق على ظهرها؟ أليس هو الله القائل تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، سورة العنكبوت. هذا الإله الكريم لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله أعلم.